يعني انا حسب معلوماتي من اللي بتصدر منه ما يدخل بطرق غير رسميه، كيف انا بتعرف هذه حدود كيف تدخل محاويات ما بعرف. احنا اجراءنا فيها فورا صادر ويتم اتلافها بوجود شباب من شباب الامن العام فورا، ولا يهمني لا سعرها ولا ما، والشخص اللي يعني من يبيع هذه المواد يتم تحويله فورا الى عطوفة المتصرف. اذا كان في حريق بشارع قريش بالبلد يقال انه هذا من يعني من وهذه بالذات المفرقعات يعني هذه لحالها يعني لحالها حكايه غير حكايه البساط، يعني مش تحمل بيغيام احنا بنلاحقهم. اما بالنسبه للعام الناري البارح اكثر من سياره ونص اخذنا من فيانا ونص ابيناهم مفرقعات وتم اتلافهم بارح المساء بوجود الشباب. يعني المفرقعات حتى ما يلحقش حدا يحكي معنا تفرق انه والله يا سيدي هذا حرام، ما في حرام وحلال، في فورا يتم اتلافها. ما عندي بعرفش كيف بيوهم، بس البارح كان يصيح اللي يقول لك انا والله فرش مكلف 2000 قدم 400، يعني في واحد حلف يمين فرش مكلف 2500 ليره. الصادق كذاب هو اعلم وادرى، يعني المطار الرئيسي منطقه ماركه.